مرحبا، رح نعمل اليوم مع بعض فيديو لنحكي فيه عن تحديثات إلستريتور 2022. خلينا نعمل نيو فايل. ناخد أي مقاس بدنا إياه، نعمل عنا هان شكل ونبدأ نشتغل عليه. هنروح على قائمة ويندو، هناخد 3D and material. حيظهر عندي هان بانر، هأروح عليه. هذا بسمح لي إني أحول الأشكال ل 3D وإني أتحكم بالزوايا الخاصة بأي اتجاه. في عندي هان بلان، خلينا نشوف، يعطاني شكل يعني كأنه قريب لل 3D. خليني أزود الدبث هلأ من هنا، شايفين صار في بروز بالشكل. هذا البروز بسمح لي إني أتحكم بالشكل كأنه ثلاثي الأبعاد، يعني قد ما بقدر بقدر إني أكبره أخلي فيه عمق. بالشكل اللي أنا بدي إياه. تمام، هان عندي كمان البيفيل، يعني راح أجرب شوفوا كيف خلالي في عندي يعني تدويرة بسيطة. هان في الشكل في بروزه من الأمام around. خلينا نشوف الكونفكس، خلى لجوا البروز لجوا من أمام الشكل، الستيب بروز بزوايا، كلاسيك أوت لاين خلى عندي زوايا خارجة لبرا، راوند أوت لاين زوايا خارجة ولكن يعني مدورة زواياها، سكوير أوت لاين مربع. خليني أنا أضلني على كلاسيك وأغلق هاي القائمة. خلينا نروح على البيفيل هنا، زي ما قلنا تو طبعا إنه بيعمل الأشياء تبع الزوايا. خليني أشوف هلأ، شوفوا الريفول عندي هان. نرجع للشكل المربع، لما بدي أقلب على الريفولف بصير يعطيني زوايا الشكل. أنا مش عارفة وين أعمل التراجع من هان، ولكن شوفوا كيف بيعطيني أشكال متقاربة للشكل اللي هو عندي. تمام، يعني بيقدر ياخد من كل الأشكال، شايفين ممكن إنه يعطيني نص دائرة، ممكن ربع، ممكن ثلث، بيتحكم فيها حسب ما انتو. شوفوا كيف ممكن أكبر، ممكن إني أصغر، وبرضه بيعطيني إياها 3D، يعني ببين عندي إنه مجسم. خلينا طيب نروح على الماتيريالز. أول إشي بدي أروح هون. طيب حكينا، طب خلينا إحنا نشتغل على هذا الشكل برضه، مش مشكلة. طبعا أنا في الإيديت محددة إنه بدي ريل تايم عشان أقدر أشتغل باللي بدي إياه. خلينا نروح على الماتيريال زي ما حكينا تبع هذا الشكل. طبعا لو ما عجبني الموجودين بالبرنامج بقدر أضيف أشياء خارجية، يعني أنا في عندي ديفولت كتير بقدر أستخدمهم، بسمح لي إني أتحكم بإضاءة هذه الماتيريال عشان تكون أقرب ما يكون للواقع. خلينا نشوف إيش الأشكال اللي عنده. هاي في عندي هاي، خلينا نعمل بلندر، شوفوا كيف بدأ يغيرني كأنها واقعية.
طبعا بالشي اللي انا بحبه او اللي يعني بدي اياه بقدر اشتغل عليه. كمان في ميزة اسمها رتويت فيو تول، هذه من هنا من عند الزوم تول، بقدر من خلالها اني الف كل المشروع، اشوف يعني كل ابعاده وشكله. طيب في عندي كمان بقدر اعمل كومنت، وهي الميزة نازلة بكل برامج ادوبي، اهميتها انها بتسمح لي ارفع مشروعي على ادوبي كلاود، يعني بصير شغلي محفوظ اونلاين. هذا طبعا بيحتاج ان يكون عندي مشروع على ادوبي كلاود. بقدر كمان اتحكم بالالوان زي ما حكينا من عند الكلر، ممكن اني اجيب اللون هان. انا بتحكم باللون زي ما بدي، بدي اخدها بالوسط ادفنس اوبشن. شوفوا كيف انا كمان بقدر احركها، اخر اشي حابة احكي لكم اياه انه في عندي خاصية لايت لايتنج، يعني الإضاءة بتسمح لي إني أتحكم بالألوان وتدرجاتها. في عندي شغلات كتير هام، هذه إضافات كلها جديدة بال 3D، هذا كله موضح لجماليات واحتراف. هاي اللايتنج طبعا بقدر إني أعمل اللي بدي إياه بالإضاءة، كل هذا ببين لي الاحتراف تبع التحديث الأخير لبرنامج الإلستريتور على أدوبي. هيك أنا بكون بتمنى إني أكون يعني وصلت نوعا ما من الفكرة. شكرا، يعطيكم العافية.